قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. إخواني وأخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب والتيك توك، مساء الخير عليكم وعلى عوائلكم الكريمة. الليلة نريد نكون ليلة نتكلم بيها بصراحة، حتى نتوقف عن هذه المسميات والماضي والرئيس والشهداء والديكتاتورية. أنا بالنسبة لي كعراقي عشت حقبة الرئيس صدام حسين الله يرحمه، وأقول الله يرحمه لأن قعد هذا رئيس دولتنا، من واحد يكون رئيس للدولة على مدى طويل من السنوات، وماكو واحد بالعراق ما صفق له، ما رحب به، ما رسم له صور، ما سوى له قصائد، ما سوى له شجرة عائلة نسلها ونسبها إلى الإمام علي رضي الله عنه. أريد نكون بكل صراحة، نرحب بموالين الرئيس صدام حسين ومعارضين، ونريد نسأل المعارضين من نفتح الاتصالات إن شاء الله، نريد نعرف شنو سبب كره للرئيس صدام حسين، واللي يحب الرئيس صدام حسين هم يعطينا تفاصيل ليش يحب الرئيس صدام حسين، واللي يطبل لفلان أو علان هم مفتوح إلى المجال، ما طول في حدود الأدب، أي غلط أي سب أي شتم يغلق الخط، مو خوفا، احتراما للموجودين في القناة، احتراما للناس اللي قاعد يتابعون والعوائل وحتى صغار بالعمر. أنا شفت الرئيس صدام حسين، كذبوني ما كذبوني هذا مو شغلي، شفت في هذا الرجل الصلابة، شفت في هذا الرجل الشجاعة، شفت في هذا الرجل النخوة، شفت في هذا الرجل الوفاء لبلد اسمه العراق. أنا أتكلم عن نفسي، شنو انطباعكم أنتو؟ هذا الأمر يخصكم، من نفتح الاتصالات راح نسمع آراءكم، اللي قابل الرئيس ما قابل الرئيس سمع، وأحنا بلد القصص، وأحنا بلد التلفيقات والروايات وفلان وعلان وسمعت وقالوا لي وشافوني. شفت من الرئيس بأنه كان عادل مع الجميع، ما له شغلة. أول الناس كان يأمر، هذه الكلمة شوية دققوا عليها، يأمر جهازه من الخاص بمراقبة عائلته، يعني عائلته والعشيرة، وكتابة تقارير إلى تخص العشيرة، وكان يقول للعشيرة ولعائلته أخاف المواطن يخطأ فهو مسامح، أما اللي يخطأ من عائلتي وعشيرتي فعقوبته تكون 10 أضعاف. راح يطلع لي زبوق ذيل جماعة أهل القصص، راح يقول لك ليش ما أدب عدي، هذا رئيس دولة، رئيس دولة متفرغ لدولة كان بوكيته 18 مليون 20 مليون 25 مليون شقد كم مليون كنا ما نعرف لحد ما راح، كان توصل تقارير عن ابنه وكان يعاقبه عقوبات شديدة، كان يعاقبه عقوبات شديدة،
بمعرفتي وبمعرفة الناس اللي يشتغلون مع عدي ومع قصي، بحيث موجود فيديو. أخوي الغالي حمد الله يسعد مساءك، أكو فيديو موجود لعقوبة قصي ابنه الله يرحمه، وكيف تم جلده وتعذيبه أمام أبناء المسؤولين. وأكو فيديو ثاني لأخو زوجته تم جلده وتعذيبه بسبب اعتداءه على الأستاذ مارتا. مثل هذا الرئيس اللي ما كان يفرق بين ابن الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب، ما له شغلة بهاي السوالف، وكل من يقول بأنه الرئيس صدام حسين كان طائفي، فما أريد أقول له ولا أريد أسبه ولا أبد. الذيول والأذناب اللي فاتحين قنواتهم لمحبة الرئيس صدام حسين أو لشتم الرئيس صدام حسين، بس أكو قنوات معينة وتكلمنا وتطرقنا عنها، هدفها الوحيد شتم الرئيس صدام حسين وعائلته وعرضه وأهل تكريت وأهل العوجة بالتحديد. لما نجي على مثل هذه القنوات اللي تروج للكراهية بين أبناء الشعب الواحد، أنا لو هسه أحد، مع جل احترامي لأي محافظة بدون ذكر اسم، أحد أبنائها اعتدى علي، إذا كنت جاهل مثل دول الجهلة اللي قاعد يتكلمون عن الرئيس وعائلته وشملة وأهل تكريت والعوجة كل بيها، فإذا عقلي صغير مثلهم وإذا ثقافتي محدودة، فراح أشتم المحافظة هذيك كلها بالطيبين وبالسيئين. بس إذا كنت واعي ومثقف ودارك للأمور، فراح أتقاضى ويا نفس الشخص هذا، إن كان عائليا أبوه أمه بيته، ما أشمل المحافظة كاملة. اللي يقول لك أهل تكريت أو أهل العوجة كانوا الكل متنعمة لأن الرئيس صدام حسين من ديش المحافظة أو القضاء أو تلك المنطقة، خلي يسأل أهل العوجة ويسأل أهل تكريت، هل كانوا كلهم منعمين؟ طبعا لا، وكثير تم إعدامهم من أهل تكريت. احنا قلنا راح نفتح قلبنا بالزين وبالشين، وخلي الناس بعدها تحكم حتى نعرف شنو كان هذا الرئيس بالنسبة للعراق، حسناته سيئاته، شنو اللي سواه، شنو اللي قدمه، شنو اللي سواه للعراقيين. انا قلت لكم وفي حلقات الهروب من الشرق الى الغرب، رغم معارضتي للنظام وانا في اوروبا، من يسألوني التمين اقول لهم من العراق، رأسا يقول لي صدام حسين، يعني بلد الرجال الابطال اللي ما يهابون ما يخافون. لما كنت اقول انا عراقي افتخر اقول انا عراقي، وترسل حلق أقوله ما خاف ولا إن شاء الله خاف. نريد نعرف ليش في هذه السنوات الأخيرة خرجوا علينا ناس بدوا يتكلمون عن الرئيس صدام حسين الله يرحمه ورفاقه بزينهم وبشينهم. نريد نعرف
ليش هذا الدوافع اللي صارت، ويطلع لي أنا تلقيت كثير من الرسائل بأنه ليش تكلمت على رغد وليش تكلمت. أنا تكلمت على موضوع معين وانتهى، ما بقيت فاتح قناتي على مود أسب رغد وأسب كذا وأشتم رغد، ما لي شغلة برغد. قامت قعدت بنت الرئيس، قبلنا ما قبلنا غصبا علينا هي بنت الرئيس، استغلت وضع أبوها. نعم ما أنكر، حتى نكون واضحين يعني، إحنا أما نكون صريحين أو خلينا نعزل مثل ما يقولون، ونكون بوجهين مثل باقي الناس، يوم تترحم عليه ورا يومين يسب صدام حسين. سألوني قالوا لي أنت تكلمت على الرئيس صدام حسين وعدي في برنامج الصندوق الأسود، وأنا شرحت وقلت برنامج الصندوق الأسود ما كان جاي عامل مقابلة معايا على مود لطيف يحيى. هذا الصندوق الأسود للي راجعة من خلال المقابلات اللي سووها مع الأخ الأستاذ عمار تقي، هذا يأرخ التاريخ، يقابل ناس عاصروا فترة معينة، كتاب سياسيين. من اجوني وافقت على الصندوق الاسود، اجوني لسبب كتاب كنت ابلا للرئيس اللي نشر قبل 30 سنة، وكان حديثنا على مدى الحلقات هذه كان اتفاقنا بانه نتجرد من العواطف، من كل شيء، ان كنت احب الرئيس صدام حسين او ما احبه نتجرد، نتكلم فقط عن الكتاب اللي انكتب قبل 30 سنة. فهذا كان ردي لكل من سأل، انت كنا نحبك نحترمك، رحت بعت نفسك للكويت؟ لا بعت نفسي للكويت ولا لغيرها ولا راح اسويها. انا احترم الرئيس صدام حسين، وأريد أقول حتى لأهله والناس الحثالات اللي تكلمنا عنهم زمان، يعيروني هذا أهل تكريت كلهم وأهل العوجة داخل وخارج العراق، أريد واحد منهم سمى اسم ابنه صدام بعد وفاة الرئيس صدام حسين أو استشهاده. راح يقولوا لي انت تقول استشهاد، اي نعم استشهاد. هذا الرجل وقف قدام المقصلة وتشاهد الشهادتين، وجامعة امريكية حللت من بداية الاعدام للنهاية، وفحصت العين وفحصت حركات الجسم، وطلعت التقرير موجود في هذه الجامعة الأمريكية، وتقدرون تروحون على الانترنت وتسوون سورج، ابحثوا بس مو تسمعون كلامي، حتى لا تقولون ها ده يمدح وده يسوي، لا ابحثوا. اتضح ليلة اعدامه وهو على المقصلة بعد دراسة حركات جسمه وعينه، هذول اطباء نفسانيين وجامعة لدراسة علم النفس والسايكولوجي وكل هذا، اتضح الرجل هو على مقصلة الموت ما رمش عينه ولا خاف، وهذه حيرت كل الخبراء والعلماء اللي كانوا يدرسون. جماعة قالوا من قوة إيمانه، جماعة قالوا لأنه كان ما يهاب الموت وما يخاف الموت، وجماعة قالوا يعني هذول ناس أطباء بروفيسورية يتناقشون بيناتهم، وصلوا إلى نتيجة بأنه هذا الشخص من جينات خاصة ما يرعبون أو يخافون من الموت. يطلع لي ثاني يقول لك ها ليش ما طلع، طلعوا من الحفرة وعنده سلاح وما انتحر. الرئيس إنسان مسلم، وفي الدين الإسلامي الانتحار حرام. راح يقول لك ليش ما قاتل الأمريكان،
أحسن يموت بدل ما يسلم نفسه. هذه الأمور احنا حكيناها وقلناها عشرات المرات، مو دفاعا عنه، بس خلي نشوف وقفته بالمحكمة. لو يطلعون هذه الحكومة أو العصابة الحاكمة العراق، خلي يطلعون مجريات المحكمة كاملة بدون تقطيع، لأن كان الأمر بيد الأمريكان والتصوير والمونتاج كله بيد الأمريكان، وكان البث يقولون مباشر، بس هو كان متأخر على الأقل ثلث ساعة على مود يقطعون ويسوون ويطلعوا للناس على بث مباشر. هذا الرجل أنا بالنسبة لي أتكلم عن نفسي شخصيا، خلصني من الموت وخلص عائلتي من الموت، مع العلم أنا معارض له، وأنا قلتها وأقولها وأكررها، أنا معارض له. كتبت رسالة له شخصيا، وراحت عن طريق صديق بالسفارة العراقية في النمسا، اتعهد لي بأنه توصل إلى يد الرئيس، ووصلت بعد ما كان عدي محتجز عائلتي في الأجهزة الأمنية اللي كانت موجودة. أطلق سراحهم، أطلق الأموال اللي كانت محجوزة، وما تقرب على عائلتي بعد. فهذا الإنسان المحترم والإنسان المتربي ما ينسى فضل شخص، ما لي شغلة اسرح يقول لي والله هو قاتل هو ذابح، هذا رئيس دولة، كنا في حرب، شو تريد يقول للخائن اللي يريد يجي يقتل رئيس دولة في حالة حرب؟ يحط طينوات شجاعة يكرمه ويكرم عائلته، وهو حاط ايده بايد العملاء في ايران. اي شخص، هذه الدولة، هذه بريطانيا، هذه امريكا، غيرها، لو فيها اعدام في القانون للاعتداء على رئيس الدولة ومحاولة اغتياله، طبعا اعدام. الناس اللي ما تعرف الرئيس صدام حسين، تم تأليف كل القصص، وش قد افلام قريتها للأسف العراقيين يسووها. يعني لو العراقيين غالبيتهم هذول أهل القصص لو يسوون، كان هسه هوليود انترست أفلام، انترست أفلام. هذا اللي يقول لك فلان اجى وهذا ضربني وانهزمت، وحسين كامل جرني، وصدام ما عرف سوى، وصدام بيده كان لازم المسدس ويعدم، وعدي ما أعرف السوى، وقصي. والله عدي أنا حكيت هذه مرحلة وياه، وحكيت مرحلتي مع قصي الله يرحمهم، راحوا لدار حقهم، ما إلي حق أحكي عليهم، بس أنا ردت أسوي هذه الحلقة الليلة، أريد أعرف إحنا شنو من ملة، هل العيب بينا أو باللي يحكمنا؟ هل العيب بالحاكم أو المحكوم؟ احنا سيدنا الحسين ضحكوا عليه، قالوا له تعال احكمنا وانت امير المؤمنين، وغدروه، وصار 1300 وما اعرف ايش قد سنة، ملايين ملايين الناس انكتلت بسبب خيانة الحسين، والعراق مغضوب على راسه بسبب الخيانات والقتل والسبي والحواسم. احنا بلد الفرهود، تذكرون هذول؟ اذا اللي ما ملحق خلي يقرا التاريخ شنو بلد الفرهود. انطلقت هذه الكلمه لما تم تسفير العراقيين اليهود، هم عراقيين، احنا شنو شغله بدينهم، تم تسفيرهم وتم فرهدت فرهود سموه بوقتها بيوتهم، أثاثهم، أموالهم، وبعدها هم صار فرهود بالكويت
وبعدها صار فرهود 2003 شعب الحواسم. فالعيب لا بالرئيس صدام الله يرحمه، ولا العيب بنور المالكي، ولا العيب بمقتدى السطل، ولا العيب بكل من قاعد يحكم العراق. العيب بهذا الشعب. يعني خلي نكون واقعيين ونحكي اللي إنا واللي علينا. شعب غالبيته، ما أقول الكل لأن تعميم لغة الجهل، غالبيته ذيول، غالبيته ما عنده ولاء، غالبيته مو محب للوطن، غالبيته يرقص للدولار. احنا هسه لو فتحنا بث وجايب لي وحدة هنا أنا بصفي قاعدة ولابس الصدر طالع والمعرف شنو، كان البث مالتنا وصل مليون. لو أنا هسه قعدت أشتم بالرئيس وأسب ومجرم، كان هسه صعدنا 1000 و2000 و3000. بس ليه عنده نحشي بواقع، والواقع دائما مؤلم، الصراحة دائما تؤلم الذيل وتؤلم الناس اللي تكره، اللي عمرها ماكو شيء اسمه شفقة أو رحمة أو حب في قلوبهم. هم ناس حاقدين بانين حياتهم على الحقد والحسد. وواحد من الدواب في إحدى فيديوهاتي في التيك توك قاعد أسوق سيارتي، فش كاتب؟ أنت لاجئ، أنت كله خلق لاجئ، أميل لك هذه الهدوم اللابسها، أميل لك هاي السيارة صاعدة، غير تبايق فلوس عدي يا طحش. ما أريد أسبك وسب عائلتك، لك أنا صار لي 32 سنة في أوروبا ليل نهار أشتغل. تعرف شنو 32 سنة؟ لو بس عليكم المظهر ما تعرفون الوضع، ما تعرفني شخصيا، ما تعرف ايش عندي، ما تعرف شنو اللي انا اقدر اسويه وشنو شغلي وكذا. بس تجي طب تشمر لك الحكايه وتروح. فاحنا بلد، او بالاحرى مو البلد، بلدنا مع الاسف انحط بيد غالبية شعب قتل أئمته، قتل أنبياء، قتل رؤساء، قتل ملكة، قتل كل شيء كان في هذا البلد وهسه يبكي عليه. ثلثين الشعب بالعراق اللي كانوا يصيحون نريد حاكم جعفري هسه كفروا بالحاكم الجعفري. ثلثين الشعب كان يصيح مريض صدام هسه يبكون على صدام. أرجع وأكرر، يعيروني بعض الزبالات العارات، وأنا أقول لأهل تكريت والعوجة، من منكم بعد سقوط النظام وإعدام الرئيس سمى ابنه صدام؟ أنا سميت ابني الصغير صدام. والعارات اللي باقين، هو لو بخير ما كان سمى ابنه صدام، لا أتشرف أسمي ابني صدام. تعرف ليش؟ حتى ما يخليكم تنامون. تعرف ليش؟ اسم راعبكم. تعرف ليش؟ لأن اسم صدام كان كاسر رقابكم إهيج، ودايس عسب تتنك برجلة حشاكم وبحذاء القديم وما مخليكم تتنفسون. انتو جماعة هسه ألسنتكم طلعت، مثل واحد كاتب لي هسه لسانك طلع وين شنو تبعه الصدام. انت تروح سوي سورش علي شوفني انا شنش احكي في ايام حياتهم، مو بعد ما ماتوا، في حياتهم لما كانوا عايشين انا كنت في حرب معهم وانضربت من عندهم، بس كنا عراقي الى عراقي. ما رحت الى امريكي ورحت الى سفارة وقعدت مثل المعارضة وفتحت دكاكين وقلت كذا وكذا وكذا وتعالوا خلصونا وسووا تحرير هذا التحرير اللي اجاكم، ها
هذا التحرير 1000 مليار كان بنينا عراق ثاني وبنينا دول جوار وياها وهم كان بقت فلوس. شارع متبلط على راسي احترامي تقديري لأهل البصرة، هذا الملعب سووه مال خليجي وهذه وما يخالف. وبعدين وين الفلوس الباقية؟ هل أحد سأل وين هذا 11 أو 12 ألف مغيب؟ يأملوهم خابرون عوائلهم، طيني شدة وطيني شتين وقل لك هو وين وكذا، حلبوا عوائلهم قاتليهم وذابحيهم مثل ما سووا بالمجازر، ويصيحون صدام حسين كان يسوي مقابر جماعية، وصدام حسين كان يقتل. على مدار 35-40 سنة من حكم حزب البعث، ونقول الجرائم في وقتها، ما تطلع 5-10% من اللي حدث من 2003 لليوم، وباقي الماكينة الثروم وقتل العراقيين وسرقتهم ماشية لليوم. هذا صدام حسين الدكتاتور كان ممشي العراق ب10 مليار دولار، حصة تموينية، كهرباء، معرف شنو، كان كله موجود. وأحنا هسه ميزانية الدولة عبرت 130-140-150 مليار، كل إنجازاتهم يجيبون وعينون ناس تعيينات، وصرفوا رواتب ميزانية الدولة تروح للموظفين وتروح للنواب وتروح للحرامية، وأي بنية تحتية مو موجودة بالعراق. شوية تمطر فيضانات تصير، شوية صارت شغلة تزلزل العراق، يطلع لك واحد خروف مثل مقتدى، وراح أرجع وراح أسوي كل إنجازه، يطلع ومو هو، لا تتركوا خطبة الجمعة، هو هذا إنجازك، هو هذا راح تحرر العراق بي. حركت الدنيا وحركت السماوات والأرض في العراق من شماله إلى جنوبه باسم الدين وباسم الحسين وباسم العباس وعلي بن أبي طالب وآل البيت. آل البيت كانوا يسرقون، علي بن أبي طالب كان ينام بالقاع، علي بن أبي طالب ما كان يفتر بجكسارة و40 جكسارة تفتر وراه. الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو الأب لكل هذولة ما كان عنده حراسات وحمايات وجكسارات، ما كان يروح، ما كان يقعد الطيني حصتي والطيني كيكتي. جيتوا فرقتوا العراقيين، شردتوهم، جيتوا دمرتوا البلد، دمرتوا بلد أبو الحضارات وأبو العلم اللي طلع القانون والكتابة وكل شغلات الدنيا طلعت من العراق، مسحتوها. مسحتوها بيش؟ بعمالتكم، بعمالتكم. ما يقدر واحد منهم يطلع يرد على إيران ويقول له الخليج العربي، لا تقول له مقتدى. هذا قلت لكم في بث مباشر سابق، هذه لعبة، كل واحد له دوره. اليوم أنت جيت استلمت، أنت تيجي تصير معارض له، حتى شنو له الشعب؟ إيه أكو معارضة، هذا السيد القائد، هذا السيد البطل، هذا ما أعرف شنو، تعال أنت استلم. الإطاري، جماعة المقاولة والمماتعة اللي كانوا يضربون أمريكا الكافرة وأمريكا الشيطان الأعظم، وقاموا يستقبلون السفيرة الأمريكية والشيء، هم جيت، روح بابا روح ينفرس النهر مالك، روح روح روح، نعرفك ترى منه، بس بسيطة يصير خير. وذولا جيبوا فلان خلوه معارض، مقتدى انسحب، جيبوا الإطاريين قعدوا ويا السفارة، اتفقوا ويا السفارة، ورا 20 سنة محمد الشياع الأرجنتيني روح يسوي عقد ويا ألمانيا ويا شركة سيمينز اللي صار لها 10 سنوات
تصيح أنا أسوي لكم كهرباء هسه راح. وشي طالب بعدم إعطاء أي حق لجوء لأي عراقي يوصله. شوفوا يريدون يبقى العراقي جو مذابحهم جو سرقاتهم وقتلهم ويطالبون بإعادة اللاجئين. يقول لك العراق أمان، أمان بالنسبة لكم أنتوا المسلحين، أنتوا هل الجكسارات العصائب الكدايش المعرف شنو، أي طبعا أمان لكم. بس العراقي يقدر يفتح حلقه؟ ما يقدر. العراقي يقدر يسوي شيء؟ ما يقدر. فأريد أقول اللي محب لصدام حسين أو كاره إله راح نفتح الاتصالات. وهذا الغبي اللي دائما يقعد يسب وبلد الرفيقات اطلع صير زلمة ولو ما بيكم تذكور. زين هذا الاتصالات راح تنفتح وراح ناخذها ونجي نسمعكم واحد واحد ونعرف شو تريدون، حتى يجوز احنا نجي وياكم، حتى يجوز احنا بنكره الرئيس ونشوف منو اللي يريد يقودكم. القائد مالتكم شنو، شنو مثلا انجازاته، شنو تاريخه اللي تعرفوا تاريخه. زين بلكي احنا نصير وياكم. راح نفتح الاتصالات وخلي نشوف. ألو نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيبي حبيبي دكتور الغالي. الله يسلمك. الله يسلمك أبويا، ألف هلا بيك. الله يسلمك. طبعا تحياتي لكم وإلى قناتكم الموقرة. الله يبارك بيك. أنا من المحبين جدا جدا لحضرتك وللقناة طبعا ولأخبارك. الله يحفظك. حبيبي أبو عمر. نعم. طبعا أنا من المتابعين واللي صار عندي إدمان بشكل يعني يوميا إذا ما أتابع القناة وأشوف أخبار اللايف على المباشر غير المباشر عن سيرتك، حتى بعد مرات قمت أعيد البرنامج حتى أستمع وأدخل في صلب الموضوع. الله يحفظك. الله يبارك بيك. الله يبارك بيك. طبعا أنت أنا معجب أخلاقك الكريمة الرائعة وشخصيتك القوية الفولاذية الفدة ومن أخلاقك العائلة العائلية، أنت متربي من العائلة إلى درجة محترم. الله يبارك بك أبو عمرك. أخويا أبو عمر الغالي. اتفضل. بصراحة يعني أرجو يعني أنا أخوك الكبير، أنا من مواليد تقريبا 59. نعم. بداية 59. طولت العمر إن شاء الله. الله يبارك بك. احنا اخوة وطالع من العراق طبعا من سنة 79 صار 42-43 سنة مغترب. المهم الله يسعد قلبك. الله يسلمك. انا الحمد لله صحتي كويسة، فلوس عندي، اشتغل، تعبان على نفسي، انا مهندس والحمد لله. ما اطلب غير رحمة من رب العالمين. الله يزيدك ويطول بعمرك ويديم الصحة والعافية عليك يا رب. الله يسلمك قلبي أبو عمر الغالي. الحقيقة عندي مداخلتين واليوم أريد يعني بصراحة لنبيع عتاب بسيط يعني عتاب الأخوة روح رياضية. أخويا الغالي احنا اليوم برنامجنا صريح. أدري. احكي من قلبك. احكي بقلبك. أنا بس أريد قلبك يعني أنا أعرف قلبك قلب سمكة وعلى طول قالت أم سوسة أم سوسو وحكى كذا وهو عندك وقت هواية، بس أنا أخوك اعتبرني أخوك الكبير وتنطيني وقت. تفضل تفضل أنت على الهواء والناس كلها قاعد تسمعك ولا أم سوسو ولا غير هذول حثالات ذكرناهم بما فيه الكفاية وراحوا بعد. الله يسلمك. الله يبارك بيك. الله ينصرك على أعدائك وينصر عراقنا الحبيب. آمين رب. الشغلة الأولى نعم. يعني إذا أبدي وطبعا بين المداخلتين عندي بين هلالين نعم. سألا هذه للتوضيح هي تعبت عليه صار لي يومين. أي تفضل. تلفونات وشغلات فهو عندي غنبلة 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 اليوم. عنده غنبلة يلا. غنبلة
اليوم اليوم قنبلة بس انطوني بس فكرك ووقتك واسمع وخلي يسمعوا لي الجماعة. تفضل اخويا لك الهواء وما راح اتكلم ولا قاطعك. استرسل اتكلم براحتك اذا انا خاطئ. اذا خاطئ انت اخويا. لا 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 يعني توضح لي بس المتابعة الاولى. نعم. انه اجعل قنبلة على اخر شيء على قنبلة حتى يكون المستمعين يكون لهم فد يعني يقول لك خلينا نصبر ونسمع الاخ للاخير تصير مفاجأة حلوة. زين. خلال متابعتي لشخصيتك يعني الرحلة القوية من الشرق الى الغرب. نعم. وكنت المثل الاعلى صراحة لكل انسان شريف اللي انت عانيت ما عانيت من رحلة وخروجك من بغداد وبعدين من طلعتك من, من, من العراق وصولك الى النمسا. نعم. هذا ما موضوع طبعا لا يتحمله الا الرجال الا الرجال الشجعان مو هالرجال اللي الذكور حساكة اللي يقولون احنا رجال وهم انصاف الذكور. اوكي. نعم. شخصيتك كانت كلش كلش قوية بصراحة من المتابعين خاصة الأيام اللي عشتها أنت حضرتك بالنمسا. نعم. يعني دخول CIA دخول CIA وراديك تسبوك لصالحهم ضد بلدنا العراق ودلالة على أنه أنت ما عانيت بالسجن وعانيت من مأساة وخسرت عائلة وخسرت أطفال وخسرت فلوس وخسرت وقت وخسرت حياتك. أنت دليت على أنه أنت شريف ما بعد ولا صرت دليل وعميل لأمريكا للCIA اللي كانوا يفوتون السجن يمك ويعذبوك وصرت متابع لهم. هذا اللي شدني بشكل. والحقيقة بصراحة لو كان إنسان ثاني في مقام حضرتك في الوقت اللي كنت أنت حضرتك بالسجن لكان أول شيء والله العظيم اسمح لي طبعا اقول اتفضل. يعني اكو مثلا حشاكة مو عند الرجال عند الانداء يقول لك الف جبان ولا الله يرحمه. الف جبان ولا الله يرحمه. لا والله انا اموت براس مرفوعة ولا اريد واحد اصلا يسوي فضل علي. كمل اخوي. رحم الله والديك. الله يرحم الابوك. الله يرحم الابوك. انت شوف باوع انا من اترحم على ابوك لان ابوك انسان راقي وشريف وانت يعني شوف الثقافة الثقافة والإنسان والأخلاق ترى لا تجي لا بدراسة ولا حضور محضر الجامعة مستحيل. صحيح. الثقافة والأخلاق تجي من العائلة. أنت متربي بتربي عائلة محترمة تفهم الأخوية. المهم أريد أقول له واحد بمكانك كان أول شيء أسوى يعني قلت قمت حل شخصيتك وأرجع أقول له واحد بمكان سعد لطيف أكيد كان قال لك أنا أهلي راح ينقتلون خواتي أمي أبويا وصلت مرحلة شوف أنا أكتب دعم للموت راح راجعين للعراق. نعم. يعني بصراحة ما بعت العراق ولا بعت شرفك من أجل عائلتك. حاولت تضحي بالعائلة القريبة وهي الأهل من أجل العائلة الكبيرة العراق. هاي اللي سبتني بصراحة بشكل للموضوع هذا واحد. نعم. اثنين يعني لو كان واحد مكانه قلت خلي اتعامل ويا CIA ويا الكذا ارجع من السجن يحبون لي مقاربي يجيبون اهلي من العراق على الاقل ابويا كان على باب موت يجيني اشوفه اتنعم بالحياه حتى لو عيش هاي العيشه والتم ويا العائله اضحي باسم الوطن الكبير. يعني اكو بس انت اثبتت شرفك واثبتت انه انت انسان جدير بالذكر هذا واحد. الله يعينك الله يعينك على تلك المعاناة وانت تعتبر مثل الأعلى. وانا اقول للأصدقاء وللكل اللي يومين نلتقي طبعا نتابع ونتحدث نقعد ونباوع على البرنامج نتحدث ونناقش شخصيتك نقول لك انت اسم يا ابو عمر جبل مي الزكريح. الله يسلمك. اكو جبل عندنا بشمال العراق اسمه حصاروست. عنده طبعا عالي جبل حصاروست. ايش قد يجي ثلوج وايش قد يجي عواصف وايش قد يجون صفويين وايش قد يجون اعداء وايش قد يجون امريكان ما يهتز. انت جبل ما يهزك. ايش الله يخليك لنا طبعا. طبعا انا بصراحه معجب بشخصيتك اصبحت والله العظيم مثلنا الاعلى واحنا خاصه اللي نعيش باوروبا. انا 42 سنه طبعا عندي مشاكل وكذا وهاي بس صرت دواء لنا وبلسم بصراحه لجروحنا. الله يبارك. انا صار لي مشاكل بعض مرات عفوا دكتور صار لي مشاكل احاول اتجاوزها
أقول شنو المشاكل صارت عندي؟ لا شيء. طلع لطيف أبو عمر صار وياه وعانى بالسجن وانضرب وانهان، هاي مشاكلنا لا شيء بصراحة. الشغلة هاي واحدة. الشغلة الثانية، الشغلة اللي حسيتني هي موضوع العائلة والخيانة. يعني أنا أخوك كبير ومدارس لا تفضل وشاف أفلام أمريكية كبيرة. أنه صدقني بالله أبو عمر، صدقني والله هذا إحساسي أنا وحسب دراستي وحسب ما قريت عنك، يعني ظليت أدخل بالموضوع أنه دخول الشيء أي بالنمسا ويحاولون عدة مرات، مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، يريدون يكسبوك إنهم وما وانت تحديتهم قلت لهم نو واي مستحيل. فهم قدروا أن يريدون يكسرون نفسيتك ويقدرون يحطمون شخصيتك على أساس يكسبوك. ولهذا دخلوا موضوع الخيانة المدرسه هناك الصحفي للمرأة وصارت وانت من شفت الصور وكذا. هم هاي افلامهم، افلام سي اي من اجل يريدون يكسرون معنويتك ونفسيتك لكسبهم ولك حبيبي. عندكم يا اخوي اي تفضل. هاي واحد انتهينا منه. انا اقول لك والله وبالله وتالله لو تجي للحقيقه، يعني انا ده حسب احساسي، حتى المرأة زوجتك بريئه. لو كنت انت عايش عيشة مطلقة حرة كأي انسان، انا اقول لك والله العظيم اصلا مستحيل يصير موضوع الخيانة. بس هم بطريقتهم الخاصة عرفوا اشون يريدون يكسرون نفسيتك ومعنويتك الايام اللي كنت عايشة. بس هاي نقطة واحدة ريحت قلبي طبعا، وانا اشكرك على الاصراء. النقطة الثانية، نعم تسمعني اخويا؟ اذا سمعك انا تاركك ما قاطعك. عافية أبوشك من رأسك طبعا. الله يبارك بي. النقطة الثانية طبعا هو شغلة بين أخوة عتاب عليك، وبنفس الوقت كبرت بنظري أنت وكبرت أمام ملايين المتابعين والعراقيين. هو استضافتك هذه شمرة أنا سميتها زبالة، فرس الزبالة. بس بالعكس بدنا احنا بالسويد حتى الزبالة يسووهم طاقة، ومعاك الحق. بس اليوم أنا أريد أسميه اللي بالمزرعة هذا أسميه دبة طرشي خايسة، دبة الطرشي بتلوق له. أنت من استضافيت لهذا دبة الطرشي يا حبيبي، أنت وين مقامك وين أخلاقك؟ لأن أنا باوعد للمناظرة ما بينك وبينه من أنت استضافيت يمك للقناة الموقرة. يا أخي هذا باكر، يعني أي واحد يدخل بالنقاش يرجع إيش يسوي؟ لا أنت منو؟ أتحداك، أنت مو عراقي، أنت كذا، أنت كذا، أنت يا أخي أنت صورة شرشوبة، أنت من يا لطيف استضافة برنامجك؟ إحنا من محبيك ومن حق من عاجبك. زين. إحنا من محبيك وأنت مثلنا الأعلى. أوكي. اسمح لي بس أكمل. اتفضل. استضافته. اسمح لي اخوي لطيف. نعم. استضافيته ما مشكله، بس والله العظيم هاي الاستضافه كانت من صالحك، لان دللت على اخلاقك الرائعه. باوع انت من تقعد وتحشي وياه. نعم. يا لطيف اسمعني، من تقعد وتحشي وياه باوع على اصغائك متابعتك للشخص اللي تحشي وياه، عيونك بعيونه. هو من استضافيته عيونه بزوايا من الغرفه مو على الكاميرا، وكان يستهزئ بالمقابل اللي ديت. لا عين على الكومنت على يشوف، على اخاف واحد يسبه. انا تابعت 20 مره تابعت الفيديو على الكومنت، على الكومنت تبعه صحيح معك الحق، وعلى انه يستهزئ بالانسان اللي انا اذا ادخل مناظره او عندي فت كلمه او فت حكي كعراقي ادخل بيناتكم ممكن انطيك ملاحظه لك او الى معي الحق. صح. بس من واحد يدخل يقول لا انت مو عراقي، انا اتحداك، انت بعثي، انت كذا، انت اريد اسالك سؤال للعراقيين الشرفاء العراقيين. اذا هذا دبه الطرشي فرس الزباله اذا رجع للعراق ايش راح يسوي؟ انطوه منصب ولو بسيط، ايش راح يسوي بالعراق يا والله اخي؟ لا يسوي مغسله ويعدم الناس كلها. بالضبط. خلي يسمعون، يعني انا التقي ترى باللقاءات هنا مع اصدقائي الشرفاء، حتى من جماعه هذا دبه الطرشي
شيء. يقولوا لي والله العظيم احنا منا وبينا بس احنا جنتابعه ودي احنا قلبا وقالبا مع لطيف. هذا كله اراء. هذا لو يرجع للعراق وما ينطون ملاحظات. يقول هذا نزار الخالد لو يرجع للعراق يمكن يسوي مكسب للناس كلها ولا ينطون منصب صغير. الله اكبر على هذا بيع الفلاسفه. لا لا يحطوه ملازم بالشرطه ليسوي قصص على الناس اللي يفلشهم. هسه انا حبيبي اسمح لي أسا يعني اتصور انا ثلاث مرات شرحت ليش استضافيته. يجوز ما تابعت ليش استضافيته. هو مصالحك رب كل مظهرات. لا 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 انا يعني هسه روح قناتي من البدايه للنهايه عمري ما مستضيف احد. ما مستضيف زين صح اول واحد صح تمام. اني قالوا لي اكو كذا وكذا وكذا. راقبت قناته عرفت شي يريد عرفت شنو الغاية مالته. أنا أريد أكشف للناس تقلبات الناس. جبته جبته خليته. شفت شفت حضرتك لا سبيت لا غلطت لا أبد. حتى هو من يسب الرئيس الله يرحمه يسب غيره أنت مو عراقي أنت ما أدري شنو ما حكيت ولا قاطعته. أنا كل الساعتين اللي جبته بيها مجرد على مود هذه الثلاث أسئلة. شنو رأيك بصدام نزل فشر؟ شنو رأيك بمقتدى نزل فشر؟ شنو رأيك بالسستاني؟ هو هذه النقطة اللي جبت بيها. لا لا هو ها على مود هذه جبته بس هذه النقطة زين. هذه استضافتي إلي أريد أخذ المخلص منه. أنت يعني هسه أمة محمد كلها أتحداها إذا واحد هسه خلي ما مريد نحكي سنة وشيعة سني يتبع السستاني زين مستحيل يا أخي لا سنة ولا شيعة الشرفاء هذولا هذولا جايين كلهم من إيران بالضبط. أنا يعني أتشرف بشيعة العراق شيعة العراق الصحيحين بسنة العراق ما عندي أي تفرقة. الله يرحمه صدام ما كان يفرق بين شيعة وسنة. لا لا ماكو كردي ولا عربي ولا مسيحي ولا كذا طائفي. لا يتحداني يا أخوي يتحداني يتحداني يقول لي ماكو شيعة بالمخابرات بأمن الخاص بالحرس الخاص. يا أخي أنا كنت هناك موجودين شيعة موجودين كراد. الرئيس الله يرحمه سوى لواءين من الحرس الجمهوري الأكراد فقط صح زين صح. أكراد أكراد مو حرس جمهوري أكراد صحيح زين. أستاذ أطيب أنا طلعت بال 79-80 لا كان اكو شيعة ولا سنة ماكو لا عيب عيب هذا الكلام عيب عيب من يحكي هالسوالف عيب ما بحد يحكي عيب عيب. انت قلت انت شيعة انت سنة والله ما عدنا هذا الشيء اوكي بس جاوب انا الصفويين اللي جماعة ايران غيروا غيروا وسوهوا الاسلام وسوهوا الشيعة العراق وسوهوا ديننا وبلدنا ايضا. يعني انا تفضل هنا أنا عندنا أخ هنا بالتيك توك يقول أنا شيعي منتسب في الحرس الخاص. يعني ناس ناس قاعد تطلع تقول لك أنا كنت بأجهزة المخابرات في الأمن كذا. بس هذا الشخص ترى هو مو بس مريض. هذا الشخص مدفوع لغرض معين زين. خليسمع نظر خالد تطرشي خليسمع خليسمع برجع مع التيك توك ناس هنا أنا يعني أنا قبل ما دخلت البث كنت أراجع بعض الرسائل. شخص مقدم ركن زين كان يدرس بكلية الأركان شيعي من أهل العمارة. واحد ثاني كاتب لي أنا كنت نقيب في جهاز الأمن الخاص هذا يقول ماكو كان. شخص ثاني كان يقول أنا كنت معاون مدير شعبة يعني ما أريد أذكرها بالمخابرات العامة شيعي. غالبية سفرائنا اللي كانوا في خارج العراق من أهلنا الشيعة. صدام حسين كان ما له شغلة بهذه السوالف صحيح زين. يعني حتى نحكي مو دفاعا أقسم برب العالمين مو دفاعا بس تشويه الحقائق والتاريخ. عندنا أطفال دي يتابعون هذه القنوات. فشخص فشخص واحدة من الأخوات البارحة كاتبت لي احنا ابويا امي اخوتي ما كلهم سستانيين. اني انولدت ورا الحرب بسنة
لليوم أنا أسمع صدام حسين مجرم سستاني لتحكين تقول أنا أصلا طلعت من هذا الملة بس ما أقدر أحكي زين؟ يريدون يغسل العقول أستاذ هو... أبو عمر يريدون يغسل العقول طبعا الجيل الجديد روح للعراق يعني ليس تم مناقشتنا احنا نقاشنا وخلي يسمعون الكل مع احترامي إذا تسمح لي نقاشنا اليوم عن العراق وعن ما أيام زمان صدام الله يرحمه ويسكن الفسيح جناته أوكي مع الأيام مع العلم أنت مع العلم حضرتك من لهجتك كردي يعني من مثلي لا والله أنا من الموصل أنا من ايه. الموصل بس صار لي 42 سنة نعم. أنا من نعيم عمري ما قل جاني كردي ولا عربي بس عمي أنا كردي أصلي كردي أخويا أتشرف إحنا بمصر ترى نصنا أكراد أيضا وأتشرف الأكراد ناس طيبين نظيفين بمعاملتهم بعلاقاتهم مين كانوا الصفويين اللي جايين عندي أصدقاء شيعة يدخلون على الرأس يا أخي بس هذا الصفويين تربية إيران وخريج حشاك الزبالة اللي جايين من إيران هاي صار 30 سنة غسول عقول العراقيين الموجودين عندنا اليوم نقاشنا حول موضوع وخلينا نحكي بصراحة عن صدام الله يرحمه أوكي عن الأيام اللي كانت كنا عايشين بيها أوكي نعم. ولو أنا طلعت بداية الثمانينات أوكي نعم. طلعت للدراسة وما حد قال لي لا أنت شيعي ولا أنا سني أنا عراقي بالضبط يريدوني يناقشوني أقول لهم أنا سني نعامي أشرفكم يا شيعة إيران أوكي المهم أيام خلي يسمعون الكل إذا أنا عندي غلط يعاتبوني يقولوا لي ست سمك ما مشكلة بس خلي أخذ يقول أنت اللي عندك أخذ اللي تستحقه حبيبي هسه بالعراق نعم رجع للعراق وشوف ايام اللي كنا احنا عايشين بالعراق علي هسه طالب جامعه خريج جمله جراماتيك ان انجلش جمله انجليزي جملتين بالانجليزي ما يعرف يقولها جراماتيك ما يعرف ينطقها يا اخي تعلمنا بيهم يا اخي الكومنت مالهم شوف الكومنت يضحك حتى الكومنت باللغه العربيه غلط يكتبون زين شوف العلم شوف الثقافة أنا طلعت بالثمانينات طلعت إلى تركيا والله العظيم نعم. فتت للألمانية ديد RFN يعني ريبوبليك دويتش ريبوبليك فيدرال الألمانية الغربية نعم. والله يا جماعة خير السامعين والله يا أبو عمر نعم. مستوى الجواز مالي فتت على السفارة الألمانية الغربية قلت لهم I want visa to visit Germany with German قال أوكي your passport Iraqi قام يشم من العراق وتسحت مع العراق قام يشم قال العراق بترول good very good صدام حسين يا أخي ما كنت قلت how long time I will wait to take a visa قال no couple minutes 20 minutes يعني 20 دقيقة تأخذ الفيزا أخذت فيزا ألمانيا الغربية وطلعت وياي حوالي 5000 دينار مصرفة حوالي 17000 دولار كانت خلي هسا يشوفون وين وصل العراق وين وصل للحضيض اللي جاوا حسين حسين الحسين على رأسي الشيء على رأسي شرفاء الإسلام على رأسي عمي الحسين مو ماشي عمات الإسلام مالتنا ما الإسلام ما ربحه مال الشيعة ولا مال الإسلامان نحن إحنا العراقيين المسلمين أخويا ترى هواية اتصالات أنا ما أريد أقاطعك بس اتصالات هواية قاعد توصل وياريت يعني بس نخليهم حتى يتداخلون لأن الحلقة هذه اليوم حتى نعرف حتى خلي يصعدون دول اللي ما يحبون صدام خلي يصعدون خلي نشوف شيردون صار حبيبي صار أستاذ لطيف إن شاء الله نكمل لقاءنا إن شاء الله نكمل المناقشة يعني أتشرف بيك أخوي الغالي ألف هلا تحياتي وجميع الأخوة الله يسلمك تحياتي يا قلبي تحياتي ربي يبارك بيك ويسترك أبو عمرك يا رب مع السلامة الله يعني أعتذر والله الاتصالات قاعد تجي بس ما أقدر أقاطع الأخ لأن ألو نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله أنا فلسطيني عم أبو عمر من حق أشارك الله يسلمك
على راسنا هالفلسطين وكل الطيبين من عندكم. الله يحييكم، الله يعزك يا رب يعزك. وانا اعتذر بالنيابة عن نفسي وكل عراقي شريف لأي سب أو شتم حصل من هذا الناقص أنا أسميه عليكم. أنتوا أهلنا وتبقى القضية الفلسطينية قضيتنا. تفضل حبيبي. أنا بدي أقول لك، أنا أبو عمر بدي أقول لك، أنا من غزة من رفح، يعني غزة فيها مهاجرين يعني فلسطينية لاجئين وفيها ناس غزاويين أصليين. أنا غزاوي قح. أنا زرتكم بال 2006. نعم أنا زرتكم في 2006. بال 2006 أنا كنت بغزة، أنا بأوروبا، من كنت بألمانيا وهسه بلجيكا من 2008 مسافر، كنت للدراسة وبعدين بالعمل هسه. المهم أنا أبويا كان من قيادات فتح، يعني هو أستاذ، يعني أبويا أستاذ، وكان يجيله سموها الكوبونات بغزة. نعم. هاي بتجيله من تبع الأنوروا، كانت تيجي من العراق بوقت الأزمة. نعم. هاي أنا كنت أوزعها بنفسي يا أبا مر، والله أنا شاهد. صحيح. أنا موزعها بنفسي، وأقول لك كان عندنا حمارة وكارة بتطلع اليوم يعني. هاي كلوات أنا نوزعها من العراق، كانت تيجي بوقت الأزمة الحصار. كان أنا حتى من بعد لما سافرت كنت أشوف عراقيين كتير وتسألهم يقول لك يعني كان يبدي الفلسطينية عليه. فإحنا شو ما حكوا العراقيين نفسهم عن صدام وكذا، إحنا بالنسبة لنا هذا صدام إشي كبير، يعني كبير جدا، وزلمة بكفيه إنه يعمي وقف على وقف زي الأسد. هذول اللي حواليه تبعون حزب الدعوة، الكلاب اللي جابوهم الأمريكان، وقف يوم عيد الأضحى، يوم عيد الأضحى هذه أكبر إهانة لتاريخ المسلمين، كل الحكام، والله إهانة لكل قادة العرب. يوم عيد الأضحى، يوم إهانة الأضحى لكل قادة العرب. فلسطين نكدوا علينا في فلسطين وحولوه ليوم ذل وعار، لأن إنه يضحوا بأكبر رجل عربي أسد كان واقف بوجه إسرائيل. صدام حسين ما راح عشان الكيماوي، ولا راح عشان الأكراد، ولا راح عشان الديمقراطية، ولا علشان أي شيء. راح علشان 39 صاروخ الرمان مع إسرائيل، وأنا شفته بعيني، أنا كنت بالمدرسة. يوم روحونا من المدرسة. فبالنسبة لنا يعني تيجي الحين شوف، أنا أصحاب أغلب أصحابنا عراقيين، يعني حتى سبحان الله ما بحبش يعني حبيبي شكرا أولاد بلدي من غزة ما بعمل معهم صداقات أكثر ما نعمل صداقات مع عراقيين. يا أخي إحنا ترى كنا شعوب واحدة، يعني الخليج، الدول العربية. بس الواحد يا أبو عمر بسم بالله، أنا بحز بنفسي لما كان العراق، كان صححني إذا أنا غلطان، كان في 300 مليار هذولا لما سقط صدام كانوا موجودين بخزينة العراق، 300 مليار دولار هذولا كان وانت أشوف في مصر، هاي مصر بكبرها السيسي هذا قاعد نشفان على 10 مليار والثلاثة مليار. الحين العراق والجلالة تقدروا مش قادرين يا عمي، في مناطق ما فيش فيها كهرباء. يا الله العراق كله ما في كهرباء عدا المنطقة الشمالية، وتغرق. بعدين تركيا هذه اللي عامل فيها أردوغان، اللي عامل فيها أبو العرب هذا وأبو الإسلام وما كذا، هذا سد المي عن العراق. مين في العراق؟ مين في قائد بالعراق إلا فتح تمه وقال له إيش بتعمل أنت؟ مع الأسف. كيف نهر بيجري من ملايين السنين قاعدين بجفف فيه، والحكومة بالعراق ولا ذكر فيهم طالع يحكي كلمة؟ مع الأسف يعني والله. ما مش عارف أنا، وكمان قصة إيران هذه عمي، احنا من غزه وبيجي سلاح لغزه من ايران، هذه قصه بيعملوها حماس وفتح والحركات. صح. احنا سمحنا الشعب يا عمي، كرهناهم من لما كانوا يفجروا العراقيين بالاسواق الشعبيه زي ما كانوا يعمل اليهود فينا. صح. الناس تروح على السوق امنه هيك، تروح تشتري بضاعه خضره، مساكين ناس مساكين، واحد يفجروه يقتل 30 واحد، أم وطفل وبنت وما بعرف إيش، كلهم أبرياء ما لهم ذنب. يعني هذا أي إسلام وأي دين هذا، وأي شيعة وأي حسين اللي بتحكي فيه أنت وياه، هذا إجرام، هذا كله حقد. هذا
يعني هذا كله حقد من الحرب اللي صارت بالضبط. وما السبب فيها أصلا بالضبط بالضبط. يعني ما بعرف، أنا حكيت هذا الكلام وأنا حزين يعني. أنا لا تحزن إن شاء الله، أكثر من حبي لفلسطين. صحة وعافية، أهلنا الفلسطينيين يبقون أخوة وأعزاء، والقضية الفلسطينية تبقى قضية وتبقون أشقاء وأخوة، وإن شاء الله ما يبقى العراق بهذه المرحلة. الله يكرمك. وأنا بدي أقول لك كمان، نعم، الله يرحم والدك ويصبرك إن شاء الله، يعني الله يجزاك خير وربنا يجزاك والديك ويرحم أمواتك يا رب. الله يرضى عليك، شكرا جزيلا، الله يحفظك. شكرا، الله يبارك فيك. مع السلامة. مع السلام عليكم. وعليكم السلام. لا إله إلا الله. نشوف. ألو. نعم. السلام عليكم دكتور لطيف. عليكم السلام ورحمة الله. أشار بخصوص الحلقة، عنوان الحلقة بخصوص الحلقة، السيد الرئيس صدام حسين يعني كان له ما له وعليه ما عليه. نعم، كلنا خطاؤون. كلنا خطاؤون طبعا. طبعا هو كان زعيم، ومثل ما تفضل المتصل السابق من غزة، طبعا اسقطوا لا بسبب النووي لا بسبب اي شيء، بسبب انه ضرب اسرائيل، يعني اعتقد هذا السبب الوحيد. يعني العرب خسروا والحكام العرب تساقطوا من بعده واحد تلو الاخر، يعني حقيقة. أنا أعتبر الخطأ الوحيد اللي ارتكبه هو من أمن إيران، من أمن على إيران طياراتنا، يعني أنا أعتبر هذا الخطأ الوحيد اللي ما فهمت ليش. لا، هو هو أنا بالنسبة لي هذا رأيي الشخصي، الخطأ الوحيد الكارثي اللي وصلنا إلى هذه الدرجة هو الكويت، وبسبب الكويت بعث الطائرات إلى إيران. طبعا هو الكويت يعني، بس يعني حتى الكويت هي كانت خطة مدروسة حسب ما التقارير اللي ظهرت بعدين من السي اي اي وغيره وغيرها. بالضبط بالضبط بالضبط. عندك شيء ثاني يا اخوي؟ لان كثير اتصالات قاعد توصل. لا والله دكتور، بس حبينا نشارك وصوتك من زمان، حبينا نشارك. الله يبارك بعمرك، شرفتنا. ألف هلا بيك، ألف هلا بيك. مع السلامة. مع السلامة. يعني هذا مصيبة، يعني ال الكل. ألو. نعم. ألو. نعم. لطيف، شلونك؟ تفضل. أهلا وسهلا، منو؟ يعني شاعر حمود الشايب، إذا سامع بي، معروف بالموقع التواصل الاجتماعي. حياك الله، أهلا وسهلا. لا زغرم بك والله، أنا ما يعني ما أتابع صفحاته هواية. تفضل. الله يسعدك. أنت وأحمد البشير وين تريدون تواصلون؟ أقول لك الطين الزبدة. لا هسه أنت مثلا قبل فترة يعني حكيت بالقبس الكويتية على صدام حسين، تقول انت تابعت الحلقه من البدايه لو بس سمعت ودخلت؟ لا، شلون شفتها؟ اقول لك رحمه لاهلك شفتها. لا 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 لا، هسه هذا البث انت تابعته من البدايه؟ مو حكينا بهذا الموضوع بالبدايه. لا ما وقت دا اشوف البث، بس من هذا صدق قبل طبيت على الواتساب. لا، اني حكيت وتكلمت بهذا الموضوع ببدايه الحلقه، من تنتهي الحلقه راجعه قلت ليش أنا التقيت، لأن شرحت كتابي اللي كتبته قبل 30 سنة. فهسه أريد أعرف من عندك، تفضل شنو اللي تريده. زين الفيلم سويته، شنو الغرض بشرفك؟ ممكن أسألك إيش قد عمرك حضرتك؟ أنا عمرك 22 سنة، يعني أصغر من أولادي. اي زين، قد اي تفضل. زين، اصغر من اولادي. زين، شنو اللي تعرفه عن صدام؟ شنو تعرفه عن الفيلم؟
انت لو عايش في اسمعني اسمعني بس خليني اشرح لك. انت مو سألت خليني اجاوبك يعني حتى المناقشة تصير حلوة والناس يفهمون، لان من انت تحكي وانا احكي لا انت تفهم ولا انا افهم. الفيلم اكو كتب يعني عالمية مثل اي كتاب صدر قصة، اي منتج اجبت القصة يجي على الكاتب يابا عندي مشروع اسوي فيلم كذا، يرسم له خريطة المد الفيلم وكذا. انا جت شركات عديدة وافقت ما وافقت ما اعرف شنو، اخر شركة هذه وافقت لان مشوا بالعقد اللي انا رايدة وهو عدم التحوير. وصار الفيلم حوروا دمروا قاضيتهم ربحت القضية بس ما الفيلم طلع. شو تريدني اسوي؟ يعني انت رفضت يعني هذا الـ يعني بالاحسن مثلا انت مو كان ببالك مثلا الفيلم العرضوه؟ لا يعني اخوي يعني انا قاضيت الشركة في بلجيكا 4 سنوات بالمحاكم ربحت القضية. رجعت يعني لي طبعا قاضيتهم قاضيت الشركة وربحت القضية ورجعت لي حقوقي بس ما اقدر ارجع الفيلم انعرض. يعني تقدر يعني هسه يعني مثلا من ترفع دعوة ما تقدر تحذف الفيلم يعني؟ لا ما طول طلع ما طول طلع صار دومين يعني انتهى ما طول انباع الى شركات خاصة وهذا النتفليكس وما اعرف وين. الفيلم طلع بس من يوم حكم المحكمة بأنه الفيلم أو حقوق هذا الفيلم أو حقوق الكاتب كلها ترجع له وتنازل من القاضي وما لهم شغل بعد نهائيا، لأن هم رادوا يسوون الجزء الثاني فأني هم أخلوا بالعقد ولهذا قاضيتهم 4 سنوات بالمحكمة ببلجيكا وربحتها. بس المصيبة الفيلم طلع وهذا اللي يعني انت ردت تحذفه؟ طبعا طبعا لان ما عجبني وغيروا بالعقد وغيروا بالتصوير وهذا ما كان بالعقد وهنا العقود محترمة. اي بنت يتفلش بالعقد العقد كله راح، بس هم سووها بطريقة تصوروا اني واحد اجنبي وما راح اقدر اسوي شيء. لا 4 سنين بالمحكمة لحد ما عصرتهم. والله عاشت ايدك، والله كانت ماخذ نظره غير عليك الصراحه غير ما شفت الفيلم. مو انا قلت لك انت لو متابعني انا حكيت هذا الموضوع قبل سنوات وسويت حلقات كامله عليها وشون اللعب. طبعا هذا هسه صدام كارثه يعني يحكي شكل والله مشكله يعني تعرف شنو يعني يعني اللي انت مسوي الفيلم وانت راضي ومدافع لك دولارات هواي شغلات دافئ لك. اسمع اقول لك شغله يعني هو ما يصير قانونيا اني اعرض عقود، بس اريد اقول لك ما احلف برب العالمين، اريد احلف لك حتى لا يقول لك هذا كافر وما يؤمن. وحيات اولادي اللي هم نفسي وهم روحي اقسم برب العالمين من فلوسي 2,800,000 دولار ما رجعوا لي اياها. لتعرف درهم اتحداهم اذا ما اخذ منهم. تعرف اقسم برب العالمين واولادي اذا حاط دولار بجيبي بعد ترى العرضه كسر صدام يا اخي كارثه. يعني شو راي استفاد من هيك يعني كذب؟ انا متابع الصراحه يا عمي احنا ما لنا شغله لا باسد فلان ولا هذه. وهم اليوم دازي فيديو ويحكي واني شنو انا اسميك لطيف يحيى انت تسميني غير اسم. انت ما اعرف اسمك، انت سنتين ثلاثه تتصل بي وتحكي وياي اقول لك شو اسمك الحقيقي ما تعطيني اياه. افتح كاميرا انا دا احكي ويا شبح. زين شو تريدني اصيح لك؟ اي والله العظيم شو تريدني اسوي لك؟ يعني رغم مخالفتي وياك دافعت عنك قلت هذه مو صورك. زين شو اسوي لك؟ انت ما قاعد انت واحد زعطوط زين لا تحترم ولا تريد. شو اسوي لك؟ اقسم بالله اقسم بالله لا ما اخذ فلوس لا من فيلم ولا غير فيلم بعد.
تدري شو يقول عليك؟ يقول معارض هو للحكومة العراقية. صدق هذا حكي هسه؟ يعني الحكومة هسه هاي الحالية تصدق معارض لها؟ طبعا أنا معارض لها، هذه واللي قبلها. يعني قصدي يعني ها الحكومة هاي ومال مالكي لو قبل يعني كلها 2003. كلها من 2003 لليوم، لأن هبوا العراق دمروه، سلموا لإيران، سلموا لتركيا، سلموا للخليج، سلموا لأي واحد يطب فلش البلد. زين لو ما يسقط صدام حسين إيران يعني هسه تقدر تتدخل بالعراق؟ يعني غير رجال العراق مثل ما سووا بيهم بالثمان سنين يطبون بيهم طول عرض، بس شو نسوي؟ راح الله يرحمه، شو نقول غير شيء ما نقدر. الكتاب مالتك الصراحة يعني كلش عجبني، كنت ابن للرئيس يعني الكتاب الصراحة شنو يعني اكو واحد يسرد هو قصص على اليوتيوب وانا اسمع له، يعني الصراحة صدق يعني استمتعت. الله يحفظك والله العظيم يعني كلش عجبني الصراحة، يعني حتى يعني من يحكي يعني حقيقة، يعني مو انت تكذب، تهمتني شلون؟ والله يا أخويا شوف، هو القرآن اللي نزل على صدر محمد ومن رب العالمين هم قالوا محرف، هم كذبوا الرسول. أكو أمور بالحياة، يعني أنت أتكلم معاك مثل واحد من أولادي، لأن أنت عمر أولادي وأصغر. زين الله يبارك بعمرك. ماكو واحد العالم كله يحبه ولا واحد، من سيدنا المسيح، نبينا محمد، نبي زكريا، سيدنا موسى، عيسى، الكل ما كان أحد متفق عليه، وما رح نتفق إلى نهاية العالم. زين، فكل إنسان، كل إنسان في حياته يمر في أزمة، يمر في حب، في خذلان، في نجاح، في كل شيء. أكو ناس تدونها، أكو ناس ما تدونها، أكو ناس تحكيها، أكو ناس تحط ملح وبهارات عليها، أكو ناس صادقين، أكو ناس كاذبين. العالم لو كان متساوي كان ما صرنا، كان ما حد اشتغل ولا أحد أنتج ولا أحد حكم، لأن الناس متساوية. فهو رب العالمين ليش خلق فقير وغني وكذا حتى هذا يشتغل هذا يمول؟ فهذه الحياة. فاللي كذبني واللي صدق واللي كذا، أنا ما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. يعني أنا هذه الإطلاقات اللي يعني أنا من أجي أقدم لجو وأقول أنا مضروب 10 11 طلقة 12 طلقة، راح يقولوا لي إيه أهلا وسهلا خلاص صدقناك. زين، إذا أنا أقول سووا لي عملية الأسناني على مود كذا والحنج وهذا، راح يقولوا لي إيه تمام خلاص أنت قلت أنت مصدقي. هذه الدول تاخذك انت شنو قلت راح يطبقون عليك، يودوك اكو فحص عندهم مستشفيات خاصه يشوفون حتى تواريخ الاصابات او العمليات مالتك يقدروها، فهنا يعرفون انت كلامك صح ولا غلط. هل من المعقول اخي بما عندك كنت ضابط في زمن صدام حسين؟ نعم. انت تعرف اكيد من الضرب حلبجه ايران ام النظام العراقي ما صار؟ انا اقول لك اياها، وحسب التقارير اللي انا قريتها خارج العراق وبعلم المخابرات الامريكيه وبعد تحليل التراب اللي انضربت به حلبجه، السلاح الكيميائي اللي صار به هناك الوقت، هذا السلاح العراق ما يمتلكه، سلاح يعني كيميائي إيراني. يعني إيران اتهمت بهذا الشيء؟ اي بس بذاك الوقت طمطموها، لأن كان أكو الوضع مختلف مع العراق، وأكو كان أحزاب كردية تريد تورط العراق بهذا الشغلة، وأكو أموال كانت تتداور بين الأحزاب والمعارضة، وأكو لوبيات كانت تدعم، ولهذا اللاصت لحد ما سقط النظام وطلع حشاك لخياس كله. أنا مو دفاعا عن النظام، ما يخالف، أكو ضربات صارت
يسموه السلاح الخاص، يعني هو السلاح الكيميائي كانوا يسموه السلاح الخاص. زين بس حلبتشة 1000% حتى تقارير السي اي اي تقول بانه هذا السلاح ما يملك العراق، تملك ايران. يعني تقارير هي نازله وهاي تقارير من المخابرات الامريكيه، تقارير من المخابرات الامريكيه، مو لطيف يحيى اللي يحكي. تنطمين على هاي السالفه يعني يا جماعه. انا اخويا ما احب اقاطعك، اخويا ابن العزيز، لان اتصالاته هوايه. لطيف يا خلا، مو ما انه حجيت وياك، خلا اقرا لك بيت يعني قصير يعني هيك. اتفضل. حبه تسمع هيك بيت قصير. اتفضل. يقول حنيت لو لله وتسال على اخباري، اشتاقيت لي متنديم لو بس هيك للعب تتحارش بناري. أمن بعدنا نشوي وتشوف نشقد قوي، مرات أبكي بجرح ومرات علطار، مرات أنا طرق ثلج وأنا الشمس خصم لك، والله عشقك عشق مو تجروي دمي، ما شايفك من فتي بالدنيا قبلك صرت، بس جن من فتحت شفتك قبل أم. إيه يا بخر حمي اتجاوزتك وكملت مجبر، شنت مو بطل وليش أسترذ بالنصر ودراني مو نشم، قلت على هجرك حلو قالوا لي عافية وكفو، بس النتيجة شنو قدام ناسي صدق، أنا ربحت الحروب بس خسرت حلمي، البعدك ليه نحسب، لا موت من فرقتك لا عيش من دونك، واليوم من أتذكرك أثر سفراشي دمع، عندك بخت لو هلي فطمون بعيونك، محظوظة روحي تمل من عنده وتصونك، واليوم نوقع سوى أنا وبقال القلب لما تخلل شعري وقع على ندوك. سلامتك. صح لسانك اخويا وابن العزيز، والف شكر على هذه القصيده الحلوه. روحي والله العظيم الصراحه انا جيت ماخذ نظره عليه غير من ورا هذا اساس صدام يعني. لا والله يعني خلي العالم تحكي، يا ما حكى ويا ما الناس كل واحد ومقامه وكل واحد يعرف نفسه، خليهم يحشون شو نسوي لهم. اي صح زين. ايش ترى بسيط، في رايك بالاعلامي احمد البشير صراحه؟ مثل ما يقولون بالانجليزي نو كومنت. ايوه. الف شكر. هلا بك اخوي. الف هلا الف هلا. يعني كثير ناس ما يعرفون لطيف، سامعين فلان شيء طائفي سب الشيعة ما اعرف شنو، وتمشي هاي الشغلة وهاي يعني الامور على الصفحات، صفحاتهم هواية، هذا بعثي هذا وكذا، هذا ضد الشيعة وهذا ما اعرف شنو وهذا كذا، ما يعرفون. وذولاك على حس الطبول خفن يا رجلية، مثل ذاك الرجال اي خلص مثل هاي لاملة كم عجوزة وعجايز وقاعد يسولفون بحمام ما النسوان. لا إله إلا الله. ألو نعم. ألو نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك دكتور؟ ألف هلا. طبتنا المخابرات، جتنا المخابرات. موضوع شيق وطويل وتفرع وتشعب إلى عدة نقاط. نعم تفضل أخوي. الرئيس صدام حسين بزينة وشينة الله يرحمه راح، بس ما كانت عنده هاي مال شيعة وسنة، لا ما كان عنده ماي قرايبة. أنا أتذكر وأكو واحد من عندهم اللي دزهم دور الضبط لأدنى العمليات، واحد منهم من هو أخت الرئيس، أخو سجودة لواي وهذا حي طيب لواي خير الله صح، دز دور الضبط. واكو جاء واحد ويانا مير يمكن ابن اخته على ما اظن. واحد ويانا مير، اثنين هم كانت بسوين مشكله ويا عراق يعني شغلت هم كونين. اي دزهم دور الضبط يمنا، هاي وحده. أنا التقيت وياه ثلاث مرات، مرة يعني زيارة عادية ومرة زيارة بالقصور ومرة التقيت وياه وجه لوجه ووحدنا، جي وحده طبل العمليات رانج روفر لحد الآن
انا اتذكرها زيتون. زيتون ايه. صار هذا حديث حديث بينه وبينه مطول. وهذا اللي يعني من شفته اني تدري انت شوف رئيس الجمهور يعني لابس عسكري وكان باستراحتي. نعم. لابس تكرم شحاطه ويا البدله العسكريه. وكاف البدله كاف رجليه لين تتنازل بالنهار. لا اطلع سمشات. فنزل بالرانج روفر شايل بامبكشن اني اريد اقبل استعداد رجليه تنفتح لحالها. ويلي الله. ما قدرت اسيطر يعني شيء انت قدامك صار يعني ما خايف من هذا خايف منه الزي مالي مو كامل ولابس شعاط هذا. فبكل هدوء كلها ما قال سامي قال لي الله عليك اخذتن خاوه من الصياد لو اشتريتن. شرد اقول له اقول له الصياد هذا تدري تدري اللي العمليات ضمن نهر دجله جزر يعني اكو مسموح لهم فقط جماعه فنقول لهم مثلا انا يوم كفر خلي لي سمكات اربطها بالمرسى مال الزوارق مالنا زين فاروح اجيبهم. ارد اقول له اشتريتين بعد تمنجت. ايه ثاني عده مواضيع يعني صار نقاش بس اباوع وحده ما وياني اباوع بعيد يمكن اكو سيارات لي غاد بس ما يخلي احد يجي المراقبه هذا لليوم ما انسى ثاني منو موجود منو خفر منو كذا ايش قاعد عددكم. كانت بعدنا حرب الكويت ما صايره بس كنا داخلين الكويت وكنا نذاف يعني المفروض حتى من تطلع كل تجهيزاتك كاملة. فأني بالي صار كله يم رجلية أريد بس رجلية تنطبق تبقى بالاستعداد ما تنطبق. الله شاهد صادق صح يا أخي هيبة هو قوة هيبة هو قوة هي بس من حجة وياي وتمشى وياي شوية ارتاحت. سألني عدة مواضيع شنو اللي بالك قلت له ذكر يمكن مرة حكيت لك إياها قلت له واحدة اثنين ثلاثة نعم. اللي صار كذا 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 الله شاهد جواب قال هي السياسة نوبات أكو شغلات تنفرض عليك غصبا عنك ما تقدر صح. هيا هذا الموضوع ما أنساه على مود موضوع الكويت لأن أنا واحد من الناس كنت ما مقتنع صراحة بعد. فبس أنت ما تقدر تقول انه هذا ليش وهذا كذا وهذا غلط وهذا وما كنا مقتنعين يعني كثير اي بس بس صح. انت هذا عسكري انت امر عسكري ما تقدر تجادله لازم ننفذ ثم ناقش صح. فمن اجي اني اقرباء اهله دزهم اضافة الى يمكن انت تدري اكثر الحماية مالته كانت تجي دورات يمنا نعم لليوم اني بالرماية بس عجبني هم راحوا صدام كامل كان بالبندقية يضرب غريزي 30 طلقة يجيبهم بالهدف يعني كليتهم يما كانوا تذكر يسموه القناص نعم مو أني أني يعني واقف على التدريب صدام كامل الوحيد اللي 30 طلقة برمي غريزي احنا شقد متمكنين اللي نخلي طابوق على راسنا واحد يرمي على الأخ متمكنين بالرماية ما كنا الغريزي نجيبه بهاي الدقة 30 طلقة بالهدف فأكو أمور كانت الدولة تخليها بحسابات ما كان أكو تفكير والله هذا الشيء وهذا سمي كان بالذات إحنا المخابرات بكل الطوائف بكل الطوائف زين هذول شلون نقنعهم هذول جماعة ال هذول شلون راح يقتنعون أتمنى يعني أتمنى إنه الموجودين اللي راحوا الله يرحمهم بس أتمنى من ضباطنا ومن منتسبينا بكل الطوائف يتصلون يقولون لا ما ماكو شيء بعد والله اخويا هنا هسه الناس هنا يكتبون اني يكتبون يعني ما احترامنا لاهلنا الشيعي يقول انا شيعي كنت بالحرس الخاص هذا شيعي كنت بالفلان مكان ما كان اكو هذه الطائفيه او النفس الطائفي ما حد يقدر يعني ما حد يقدر يقول لك هاي بعدين ورا التسعينات صارت انه تكتب اللقب او العشيره صح. حتى اللقب كان ماكو ما كان موجود صح ماكو شيء اسمه لقب حياك الله مقدم سلام فاكو امور نعم اكو ناس يعني اللي ما عصر ذاك الوقت او هذا فيفهمون انه من يسمع مخابرات عبال المخابرات هي
شغلها بس كتل وذبح كله خارج العراق. يعني سافرت سافرنا بحكم واجباتنا إلى هواي دول. صح. واحدة من الناس يمكن الأخ اللي اتصل اللي هو من 79 قال من بعد ألمانيا السفارة أنطوني فيزر أسا. نعم. أنا واحد من الناس تدري إحنا ما كنا نطلع بأسمائنا، نطلع بأسماء غير أسماء بالصور. صح. بالسفارة يمكن الإيطالية أو يمكن الرومانية. نعم. كانوا يعني بغداد رحنا عندنا نقدم، إحنا نقول نقدم الفيز، كانوا خليجيين واقفين ويانا ما انطاهم فيزا. فتدري صار عندي فضول إنه أسأل ليش. نعم. يعني لو هم متمكنين فلوس ما يروحون على هناك يشون عليكم. قال لا إحنا مو هذا القصد، بس لو يروحون يدورون مشاكل هناك. قلت العراق ما يدور مشاكل. قال حتى السيء بيكم من يروح هناك ما يجيب صورة مزينة للبلدة، يأكل الصورة يتصرف تصرف إنه بحيث يجيب سمعة زينة للبلدة. فرأسا كانوا ينطونا فيزا تصور بهذا. هسا أنت بس يسمعوك عراقي برا. طبعا هذه بالمناسبة اقطع كلامك بخير. اليوم أحد المسجات يعني أو الكومنتات من أخ صومالي من صومالي الشقيقة يعاتبني يقول أنت ليش تقول حتى مخابرات الصومال بالعراق؟ أخوي العزيز من أهلنا في الصومال، أنا مو دا أهينك أو أهين أشقائنا في الصومال، أنا قلت مثل حتى كل المخابرات قلت العالمية موجودة بالعراق، فهذه مو استهزاء أو إهانة إلك، وتحياتي إلك وكل المتابعين من الصومال. تفضل أخويا كمل. ورح أنطي كان عندنا بالتسعين صارت الأحداث في داين الطوعة من كل البلدان العربية. كان عندنا صومالي نسميه الغزال، كان بالركض ما يلحق وطلع ويانا بوقتها على حفر الباطل. نعم. يعني قاتلوا، حتى قاتلوا موجودين هنا بالعراق، سودانيين مصريين صوماليين. نعم. من كل الجنسيات العربية. من انتهت الحرب وصار الانسحاب، أنا الوحيد اللي بقيت بجيت الصفحة، ماكو كان بس جسر اللي على المشخاب فوق المشخاب، هذا الجسر لأن كل الجسور تقطعت. نعم. لأن السيارة ما أقدر أعوفها، السيارة اللي كانت عندي يعني نقول كانت داخل عملية داخل السعودية مفخخة. زين. فلازم أرجع بيها. فمن رجعت لاقوني الجماعة اللي يقولون علينا هاي مال الانتفاضة مالتهم. عربانشية الغوغاء يعني بناحية القادسية على المشخاب فوق المشخاب قبل لا عبر الجسر لقيتهم مسوين سيطرة وقفوا. عرفت عني لأن هو اشتغل ويانا دليل ولحد الآن حافظ اسمه مثقال نجم الشبلاوي. منهزم الرفحة، منهزم للسعودية من جماعة رفحة. هسه بطل قومي هسه. ايه ما اقول لك نفسهم يعني من هجيت ويانا يعني عندي كان هويات اخرى قلت لاني من وزارة النفط كذا كذا. المهم خلصت طلعت ماشي اخذوا السيارة. السيارة لا اقدر اشغل الموقت مالها ولا اقدر لان يعني ما خلوني اصل يوم السيارة بعد. زين. طلعت رجعنا بعدين عليها لقيناها لابيها عارفينها لابيها وغرصوها نهيناها. بس من اجي اباوة يعني صار قلات العمليات عندنا صارت هاي ما يسموها المقابر الجماعية والهذا دخلوا تحقيق ان اصل او اصل كل من يقول لك احد انعدم ما عرفاني البقية انعدم الحالة مع كل المشتركين واللي قاموا باعمال وحرقة وقتلة فقط ان اصل او اصل الا مشارك يلا بالضبط. هسه الجماعة بس جيبه بخبزة وساوم عليه هو خبزة وقعد ساوم عليه هو مخبوز ورايح وعظامه خاست ويظل يساوم. أي. فشوف إلى وصلنا إلى هاي المرحلة. فما كانت والله ما خاف مواطن يشتكي علينا، مواطن بسيط يروح يشتكي علينا. إسا تعال فهمهم إسا يقولك لا عمي انتو شرطي ما أقدر أحكي وياه. شرطي أبسط
منتسب الشرطي ما اقدر احكي وياه. عمي كان اكو دوله، اكو علم، اكو امان، مؤسسات مؤسسات مضبوطه. زين انت بتصورك اخوي العزيز، هذول الناس شنو مصلحتهم بتشويه كل هذه الحقائق؟ وانت جزء من المخابرات، يعني تحليلك انتو عقليتكم تختلف المخابراتية، عندكم تحليلات خاصة لكم. كل الظروف، يعني احنا اشتغلنا برا واشتغلنا احنا بالداخل، الناس هاي جاية بدافع. نعم. ما تعرف هي شنو، بس مجرد قال له فلان شي انطاه فلوس، روح البحر واصلك، ما يهمه. زين هذه القنوات اللي قاعد تتهجم والتدليس الحقائق وما يريدون يسمعون احد يتكلم او كذا، ورأسا صار ابن رفيقه وصار بعثي وصار ما اعرف شنو، هذا الحكي اللي دنا نسمعه حبيبي. والله خلاص. يعني اذا على ابن الرفيقه اخواننا اللي من الجنوب اكثر البعثيه، حزب البعث كان اكثر من 60% من الجنوب. هو تاسس بالناصريه. بالناصرية. اي زين، فمن نجي نباوع احنا اقو احنا نقول قبل الاعلام هو نصف المعركة، لا هسه بهذا الوقت الاعلام معركة. 99% من المعركة، معركة كاملة اول معركة. فاعدائك شلون يريد يشوهون سمعتك، كذا كذا كذا، يظلون يدقون اضافة الى بعضهم ناس ما تعرف. هسه انا مو طلعوني، انا حتى مدرسه ما مخلص وما خلوا شيء، ما تقولي هم خلينا نضحك. لو يعرف كان عندنا الكتاب بالسادس العلمي الحيوان، لو يعرف كم صفحه هم كان قال ما يخالف. يلا طلعني قبل يطلع الحيوان، ايش تسوي هذا؟ فهذا ما يهمنا، انا نوبات اقول لهم، واكو يمكن هو قول اللي يحشون علي ما يهمني، اللي يهمني انه انا يزيدني فخر من اجي يخرسون. ايه هو هذا يصير قبالهم يخرسون، فهذا اللي يزيدني فخر بالضبط. فما اجي انا يعني هسه الرقم حتى مال الخليجي، ما ادري سمعت ذاك هسه مقطع على منتشر على ال نعم مو تيك توك ما ادري من هذا، واحد عراقي بس هو يعاتب ما اعرف، بس هاي يعني اشوفها تدري ابو المخابرات يظل عنده حدث اشوف فيها دس، انه على اساس الكويتيين صحيحين بالملعب يهوسون. ايه صدام وانا كسرنا انا. ايه شفت هذا ما تذكرون، ايه ما تذكرون الباصات جينا بيكم، هسه انتم جيتوا ضيوف، احنا ما في غض النظر، هذا الى دفع الى شيء، حتى من بالكويت اخوانا الكويتيين ترى الكويتيين هم راضين على هذه، يعني انا ناس بعتولي قال ترى دولة ما يمثلونا، دولة مدفوعين، فما نقدر نحكم على شعب كامل. مو قلت لك يعني ما احكم على الشعب، هذا التعميم غلط بالضبط، بس اكو جزء هم يتبع ذي الصفحه، هو هذا يتبع ملال ايران. واحنا قلنا لهم ترى يمكم، ترى دول خلايا نائمه ما تعرفون. اكو ناس ما تريد الوضع يهدى، تريد دائما الفتنه مستمره، يعني هم ما تعلموا. تتذكر حضرتك تصور بالثمانينات خلية العبدلي اللي مسكوها تابع لي. نعم. بس ما يتعلمون. هاي وحدة. احنا كنا هم بالثمانيات من خطفة الطيارة الجابرية مال جابر. بالضبط. احنا العمليات عندنا قسم هو مال اقتحام الطائرات. طرنا وراها الا بعدين جمي قالوا احنا اللي طرنا وراها. بس قالوا انه سيطروا عليها ووقعت مدري بوقتها. فحتى بوقتها جابر هم راح الله يرحمه دز لاند كروزات هاي الفور هدية إلى العمليات الخاصة، جت لي جهاز المخابرات ذاك الوقت، فما كانت أكو فكرة إنه والله هذا كذا هذا كذا، هذا كانت الرئيس صدام حسين ينظر إلى العرب كلهم إيد واحدة بلد واحد بالضبط. ما كان هذا أخذ الأخ يتصل لسه من الكويت. واحد إن شاء الله يلا لا تكن خل نستمع له إن شاء الله. يلا تحياتي دكتور. الله يسلمك أبوي، ألف شكر، هلا بيك. السلام عليكم. يلا اللي خابر من هنا في الكويت خلي خابر نسمع طرف الكويت. فيا أخوان لا تحكمون على شعب ك
كامل، لأن واحد عنصر عنصرين عشرة وتقول هذا الشعب الفلاني وهذا كذا وهذا، ما ننكر كان أكو ناس من ضمن النظام لعبة وخلقة بالناس، ما ننكرها. كان ناس أكو من العائلة دمرت الناس، ما حد ينكرها. ما ننكر أكو ناس يعني ما نقدر ننكر كانت أكو سلبيات. هذا شلون ويا الشغلة هذا ابن الرفيقات وابن الرفيقات دبابة، روح روح يم الفرس النهر مالك، روح هناك ولعب هناك. واحد تكلم احنا وين وهذا جاي يدخل لنا ولد الرفيقات. والله انت ابن رفيقة لحد سابع ظهر، بس شو نسوي لكم جماعة المظلومية؟ إذا هم جماعة رفحة صاروا ذاك يريد يسوي لهم تماثيل، تماثيل ذئب يقول يسميها ثورة، شو المصير؟ ألو نعم. السلام عليكم أستاذ لطيف. عليكم السلام ورحمة الله. والله يا أستاذ لطيف أول شيء أحييك وأتمنى لك طول العمر. أنا مشير من الأردن يا أستاذ. حياك الله وكل أهلنا بالأردن. تسلم تسلم. أعرفك صراحة من حوالي 9 سنوات، وأنا يعني صراحة لسه ما شاء الله أنت من العراقيين النادرين اللي لسه أشم فيهم رائحة صدام حسين. الله يحفظك. تسلم. والله بدي أدخل بالموضوع مباشرة. اتفضل. هو موضوع الحلقة هو عن رأينا في صدام حسين. والله يا أستاذ صدام حسين أولا يعني سأذكر يعني منه حقائق يعني لا نختلف عليها. يعني مثلا هو صدام حسين نتفق معه أو لا نتفق معه، هو رئيس عربي ما كان نهائيا يطأطئ رأسه لا للعربي ولا للأجنبي، وكان دائما يرفع رأسه قدام الجميع، يعني ما يرضى يكون أبدا يكون عميل أو يكون أجير لشخص ما. لا. أبدا. صحيح. ويعني شجاعته هذه يعني كل المفروض يشهد عليها، لكن طبعا أنا يعني مش مع الحكم بصورة مطلقة ومن هذا الكلام، هذا كان قصدي عنك. نعم. هو هذا هذا الفعل لازم يكون هيك، يعني ما يصير حكم مطلق. ويعني هو شوف خربت الدولة من أيام اللي جاب العائلة إلى الحكم، هنا فعلا خربت، يعني هنا صار الخربطة وصارت الهوسة وصارت المشاكل. يعني بوقتها يعني الله يرحمه فاضل البراك كان مدير الأمن مدير المخابرات، إنسان عقلية نابغة، وكل ضباط العراق في المخابرات والأمن الداخلي يعرفون عبقرية هذا الشخص، على خلاف كاذب الرجل أدمو غيره انعدم وبعدين سووا شهيد. يعني الأمور ما تندر في الدولة في هذه الطريقة، ف بحسناته بسيئاته رئيس دولة راح إلى رحمة الله. أني آمين الله يرحمه. كم صار هسه البث، أتمنى من الطرف الآخر المعادين للرئيس صدام حسين يتصلون، بس لأنهم جبناء وخلف الشاشات ما يقدرون يصدقون بكلمة إلا خلف الشاشات ما يتصلون، يبعثون هنا رسائل أولاد الرفيقات أولاد إحنا أولاد الرفيقات إحنا أيتام صدام. نعم صير رجل وأطلع على البث تكلم، ولا أنا غلطان أخويا؟ لا لا يا أستاذ صراحة كلامك صحيح كثير، يعني أنا مش عارف عليهم ليش، يعني حتى كارهين صدام حسين لازم يكونوا كمان منصفين. بالضبط. خلي نسمع من عندهم، أريد واحد يصعد خلي أسمع من عنده شيري، وهل حكم صدام اللي كان موجود وأمان ودولة وكان العراقي محترم، أو حكم الملالي والميليشيات والقتلة وسرقة، أيهم أفضل؟ احنا ما نقول السيء والأسوأ والكذا، نريد نعرف احنا كنا دولة وهسه صرنا لا دولة،
هذا الدليل الموصول. ولكن أستاذ عندي بس نقطتين بذكرها. اتفضل. النقطة الأولى يا أستاذ لطيف، وأنا يعني من زمان كنت أستنى رأيك بخصوص موضوع حلب جو، شكرا لأنك فندتها، وأنا أتمنى منك من هذا المباشر تقطع اللقطة اللي تكلمت فيها عن حلبجة وتعملها مقطع منفصل، خلي الكل حول العالم يعرفوا إنه صدام حسين بريء براءة يعني الذئب من دم يوسف بخصوص مذبحة حلبجة. أنا من زمان زمان ولا كنت مستحيل أصدق إنه هو القاتل. هو أصلاً كان في فيديو على اليوتيوب لرئيس مخابرات سابق يحكي فيها إنه المرتكب كان هو النظام الإيراني وليس صدام. لا، وكان جلال الطلباني رغم مخالفته السياسية مع همات الله يرحمه كان يعلم بأنه الإيرانيين هم اللي عملوها، بس كانت أكو بروباغندا معمولة ضد العراق فلفوها على العراق، والسي آي أي أخذوا عينات من التربة فحصوها، وفي تقرير النشر من المخابرات الأمريكية قال بأنه هذا النوع من الأسلحة الكيميائية غير موجود في العراق بل موجود في إيران. أيوة ممتاز سلطيف. النقطة الثانية اللي كنت سوف أسألك عنها يعني نعم، شو كان السبب أنه عدي صدام، شو السبب أنه حتى صدام حسين كان يعني غير قادر على إيقافه أو تحكم فيه، شو السبب كان؟ لأن خلينا نكون واقعين، الرجل مات الله يرحمه بسيئاته بحسناته إذا كان موجودة. عدي كان دولة داخل دولة، والعراقيين كلهم يعرفوهم إن كانوا في المخابرات في الأمن في الشرطة من 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 الناس اللي معاه. عدي صدام كان دولة داخل دولة. أيوة فهمت عليك يا أستاذ. شكرا لإجابتك ومرورك اللطيف. الله يسلمك، ألف هلا بيك وتحياتنا لأهلنا في الأردن. تسلم. ان شاء الله مساءك سعيد يا استاذ، والله يطول بعمرك ويحفظك. الله يبارك لي بعمرك. الله يبارك لي بعمرك. يلا صار لنا احنا هسه تقريبا راح يصير ساعتين، اريد اشوف واحد من دول الذيول الرفحاويين معادي صدام او كذا خليه يتصل، بس تريد نسمع صوت. الو نعم. الو مرحبا. الو نعم. شلونك دكتور لطيف، اخبارك؟ الله يسلمك ابوي، الله يحفظك، اهلا وسهلا. يحفظك الله الكريم إن شاء الله. طبعا بالنسبة للرئيس القائد صدام الله يرحمه بسلبياته وإيجابياته، الله يرحمه، الله يرحمه ويرحم موتانا وموتاكم إن شاء الله. أستاذ لطيف، نعم. بالنسبة للرئيس الراحل الله يرحمه، نعم. أنا أعتقد أنه ما نحن دا نقيم رئيس جمهورية، نعم. أو دا نقول أنه هو جيد أو مو جيد، لكن أتوقع أنه البناء هو صار بالسبعينات مو بالثمانينات بالنسبة للدولة العراقية. نعم. تدري أنت من سنة الثمانينات إحنا دخلنا في حرب، وحرب حرب 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 حرب، والبنى التحتية فلشت زين، وراها بالألفين وثلاثة جونا ما شاء الله ناس لا تفقه ولا تعلم شيئا، ودمروا العراق إلى وصلونا إلى الحضيض. يعني حتى التعليم اللي كان موجود هسه نسبة الأمية زادت عندنا، فلة من الحشرات من التافهين اللي دا تحكم حاليا، وعدهم فن الكذب، وانت طبعا إنسان عاصرت هاي الأمور وتفتهم بيها وتفتهم طرق الكذب مالتهم مكشوفة للأي إنسان عاقل أو مثقف شوية يفتهم فكر هذولا. يعني عندهم فن الكذب بحرفية، يعني ممكن إبليس يتعلم من عندهم. هو إبليس خطيه استقال من وراهم. لكن أنا في رأيي أنه الحكومة السابقة، حكومة الرئيس الله يرحمه، نعم. والرحمة الجوز حتى وصدام حسين قال على خميني والله يرحمه، وأنا ما ينطني قلبي أنه يقول الله يرحمه صراحة يعني زين. لكن أنا أعتقد أنه هم وراهم إنجازهم، البناء هو بدأ من الرئيس يمكن أحمد حسن اللي بالسبعينات. أي المستوى التعليم بالعراق وصل إلى أعلى درجات، حتى كان يعادل الشهادات بالدول الاسكندنافية في فنلندا في، والأطباء مالتنا وإلى آخره. لكن أتوقع أنه أخطاء
الرئيس السابق انه دخلنا في حروب نحن في غنى عنها. نعلم انه اكو الحكومات الكويتيه الايرانيه والى اخره انه دمروا العراق بشتى الوسائل، اعلاميا اقتصاديا باساليب خبيثه وياك. وبالنسبه حتى جنابك اكو عفوا مداخله، هذا نزار التافه وغير هذول، يعني اتوقع انه ما احب امدح احد استاذ لطيف ولا امدح جنابك، لكن اتوقع انه انأ في نفسك عن هيك بشر. لا لا انا هذا بعد حطيته على صفحه وراح ينتهي، يعني قريبا منتهي، يعني اكو امور ما نريد نحكي بعد، خلاص ذكرنا تكلمنا عنه، تكلمنا هو من وراء فضيحة صارت بجلاجل، نشرت المقالة مات ابنه كيف مجرم وتجارة سلاح ومخدرات، خلي يروح يقول هو ما مربي ابنه يريد يحكم العراق. يعني اتوقع ايشي بشر ممكن يعني على مود ماده ممكن حتى كرامتهم يبيعوها. لا هو لا لو عنده كرامه ما يسوي هالسوالف، يعني بالضبط لان انت تدري احنا كشعوب عربيه وكشعب عراقي شعب شوي عاطفي، يعني هسه عندك مثلا بعض السياسيين هاي اللي يتبعوهم الناس الموجوده، يعني المشكله مو بالناس اللي عم تتبع، المشكله انه عندنا احنا مستوى ثقافي دنا جدا. بالضبط انا اتوقع انه بالحلقات القادمه ممكن انه احنا اذا عن طريق جنابك او عن طريق الناس الشرفاء انه اذا ممكن انه توعيه للشعب، توعيه للشباب، هو احنا راح نرجع مره ثانيه لتوعيه شبابنا، مخاطر اللي دا يصير، فلوسنا وين دا تروح، ليش ايش صار بالعراق، منو السبب، مو اجد حلو الاعتراف بالخطيئة فضيلة ترى، يعني من اني اغلط، يعني اني ما كان قصدي، اعترفت بخطأك، اعترفت بخطأك وهذا نقطة تحسب لك مو زين، يعني انا من ما متقصد والله العظيم لا اهانة ولا ابد، من قلت كل مخابرات العالم قلت حتى الصومال في العراق مو قصة اهانة، وقريت انا التعليق فانا اعتذر لو الاخونا في الصومال واهلنا في الصومال اصدقائنا شقائنا لو كان فهمتوني غلط، يعني انا ما قصه كانت يعني استهزاء او اهانه بيكم، بس كان كمثل اقول مخابرات العالم كلها موجوده بالعراق. الله يحفظكم ويحفظ الشعب العراقي، الله يبارك العرب كلهم ان شاء الله والمسلمين، الله ان شاء الله اخلاقي. فقط احنا هاي يعني ما اريد اطول عليكم، اكو ناس اخرين يريدون يتدخلون وياك، فقط انه اريد انه ممكن احنا نخلي فد برنامج عن طريق جنابك نوعي الشعب، ثقفهم، ندليهم الطريقة الصح، سواء دراسة، ثقافة، الحقائق الموجودة، أنا أتوقع الحكومة ما راح ترحل إلا بالقوة، يعني هو لا لا هو يعني شفت حضرتك هذا الشاب الشاعر ابني وأخوي طفل 22 سنة المفروض يعني شفته، يعني دخل علي سامع كلام عني كارهني، بس من تكلم معايا وعرف الحقيقة تدري هو بعد طفل، يعني ما الرجل ما شايف شيء، لا لا ما حتى ما أقول لك السمع كانت مو حلوة، يعني ما بيها أدب، يعني السمع غير من واحد يعرفك زين، يعني أنا دزولي هان طائفي ضد الشيعة تريد إبادة للشيعة، الله عليكم راجعوا قنواتي كلها، فد يوم حاكي إذا ما أقول أهلنا الشيعة أهلنا المسيحيين، أنا ما عندي تفرقة وأنا مو متدين، أنا مو متدين، أنا دا أقول لكم يا ناس دول المعممين خربوا العراق، نقطة راس سطر. أكيد هو كلها مصالح، يعني أنت أثرت نقطة أنه شنو الهدف كان من هاي، الهدف هو إضعاف الدول القوية، كان دولة العراق دولة قوية ودولة لها وزنها زين، الخليج هسه تفطنوا أنه بعد ما دمروا العراق تدمير كامل هسه تنجموا جنابهم حكومة مو في شعبا، لا الشعوب مظلومة اي حضر جنابهم مشاف وسط التمدد الايراني وشاف انه عندهم مشاكل واقتصاديا وممكن انه يبلعهم هذا البعبع الموجود، بده ها احنا كشعب احنا واحد العراقيين كشوادم والى اخره، وهم اكو دس من الاعلام الكويتي والى اخره، وانت ادرى بهاي الامور. صحيح صحيح مع الاسف. فأنا اتوقع انه احنا يعني طفل عمره 22 سنه مو مثل شخص احنا 51 سنه، وما ادري جنابك يمكن عمره كم فوق ال 50 ان شاء الله طولت العمر له طلع نقطه 60ات
يعني نحن نحاول انه هاي الشباب اللي هسه هم مثل ما تقول اصغر من اولادنا انه نحاول انه نثقفهم ونوعيهم ان شاء الله. انا اشكر مداخلتك واشكرك على يا ريت الناس كلها مثقفه توصل هذا الكلام الحلو ويعني شويه شويه العافيه درجات ان شاء الله. الله يسلمك. تمن الدرج ان شاء الله. سرتشاو برا سرتشاو تعود خوش بي حياتكم عزيزي مني سرتشاو. فتحنا ساعتين بث ما شفنا ولا ديل من هذول الامعات اللي ذابحين الصفحات والقنوات واحنا 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 طلعتوا عبارة عن فقاعات موزلم طلعتوا ذكور خلف الكيبوردات. في النهاية نصيحة من أخ أب شو تريدوا تعتبروه، لا تقيم الشخص على كومنت سمعته هنا وهنا على تعليق سمعته هنا. ابحث ابحث اعرف منه هذا الشخص، اعرف شنو غايته، اعرف شو يريد. هذاك الوقت وإذا قدرت تحكي وياه احكي وياه، وبعدين حكم عقلك. لا تخلي فلان وعلان يمشي ويسيرك. الله خلقك حر فأبقى حر. الله اعطاك عقل استعمله. الله قال لك أنا فضلتك على الحيوان لأن اعطيتك عقل حتى تفكر به، فصير عبد لرب العالمين وصير مخير مو مسير. لا تعبد البشر، خلي الخط الأحمر وتاج الرأس عندك العراق، هذاك الوقت يصير عندك وطن. وعلى مدى هالساعتين ما شفنا أي شخص اللي يدعون كرههم للرئيس صدام صعد ويانا وفتحنا الخط وبث مباشر ما ينقطع. قلنا لكم اصعدوا سمعونا مظلوميتكم اللي ذبحتونا بيها، سمعونا القصص مالتكم اللي تروحون للصفحات والقنوات اللي صدعت رؤوسنا بجرام صدام وجماعته وقتل وذبح ومثرمه وما اعرف شنو مكيفين وانتم ما مصدقين نفسكم. فتحنا البيت ما شفنا شيء. الله يرحم الرئيس صدام حسين، من وراك ضاع العراق، رحت وهذا العراق أمريكا فتحت البلاليع وطلعوا هذه الميكروبات والجراثيم اللي مالها علاج. كل أوبئة العالم صار عندها علاج إلا هذا المرض المتواجد بالعراق من عبدة البشر والحجر اللي دمرونا باسم الدين والمذهب والدين والمذهب والقومية براء منهم. أشكركم وأشكر متابعتكم. تحياتي لكم ولعوائلكم الكريمة، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله قريبا. تصبحون على ألف خير. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.